فيديو اليوم DIY صممها بنفسك. راح نصمم كوشية أو مخدة من شكل سادة وعادي، كلها شيء في حركة. نحتاج قطع سادة بأي لون، مقص وخيط وإبرة وخيوط أو يسمونهم بوم بوم، هم هذول الخيوط اللي فيهم نفس الكور الصغيرة، وقلم رصاص. أهم خطوة نسويها هي في البداية أن نحدد وين نبي نخيط أو وين نبي نحط الديزاين، فناخذ وقتنا فيها علشان نطلع بنتيجة مرضية لنا. أهم شيء لما نيجي نشتغل على الكوشية أنها تكون من غير حشوة، أسهل لنا خصوصا بالخياط. ممكن تخيطونها بمكينة، بس أهم شيء هو أن لون الخيط يكون نفس لون الكوشية أو نفس لون البوم بوم بولز. هذا الخيوط أو الكور أو البوم بوم بولز اللي تسمونه تحصلونه بالأماكن المخصصة لبيع أدوات الخياطة أو المكاتب الفنية. وبشذي نقدر نحطها بأي مساحة عندنا.